المطلوب منا الآن أن نقوم بحل 2 إكس تربيع زائد 5 يساوي 6 إكس. إذن لدينا معادلة تربيعية هنا، لكن حتى نضعها في الشكل مألوف لدينا دعونا نضعها بالشكل النموذجي، والشكل النموذجي بالطبع هو AX تربيع زائد BX زائد C يساوي صفر. وحتى نفعل ذلك علينا أن نأخذ 6X ونحصل على صفر في الجانب الأيمن، وحتى نفعل ذلك دعونا نطرح 6X من طرفي هذه المعادلة، فيصبح الجانب الأيسر 2x تربيع ناقص 6x زائد 5 يساوي، وفي الجانب الأيمن يتم حذف هاتان ونحصل على 0. وهناك عدة طرق تمكننا من حلها، فيمكننا أن نجرب بتحليل العوامل، وإذا أردنا أن نجرب بتحليل العوامل نقسم كلا الطرفين على 2 فسنحصل على معاملات x تربيع و x، ويكون الثابت لديه هو 5، لذا ستصبح سهلة التحليل إلى عواملها. يمكننا أن نكمل المربع، أو يمكننا أن نطبق صيغة تربيعية وهي عبارة عن صيغة تم اشتقاقها من إكمال المربع. إذن دعونا نقوم بذلك في هذه المساحة. إن الصيغة التربيعية تخبرنا أنه إذا كان لدينا شيء بالشكل النموذجي كهذا ستكون جذوره سالب ب زائد أو ناقص، وهذا سيعطينا جذران زائد أو ناقص الجذر التربيعي لب تربيع ناقص 4AC على 2A. إذن دعونا نطبق ذلك على هذه الحالة. إذن سالب ب هذه الموجودة هنا عبارة عن ب، إذن سالب ب تساوي سالب السالب 6، وهذا يصبح موجب 6 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 6 تربيع يساوي 36 ناقص 4 ضرب A، أي ضرب 2، 4 ضرب 2 ضرب C أي 5، إذن ضرب 5، كل ذلك مقسوما على 2 ضرب A، و A تساوي 2، إذن 2 ضرب 2 يساوي 4، وهذا يساوي 6 زائد أو ناقص الجذر التربيعي. دعوني أجد ناتج هذا 36، إذن هذا يساوي 4 ضرب 2 ضرب 5 ويساوي 40، إذن 36 ناقص 40. وبالفعل نحن ندرك ماذا يحدث هنا، يقول ذلك مقسوما على 4، وأن هذا يساوي 6 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 4، أليس كذلك؟ 36 ناقص 40 يساوي سالب 4، إذن على 4. ربما ستقول بهذه الحالة إذا أخذت الجذر التربيعي سأحصل على عدد وهمي، وستكون على حق لأن لدينا جذران، أي أن المعادلة التربيعية هذه ستتحول إلى مركبة، لأنه عندما نقيمها سنحصل على عدد وهمي. إذن في الأساس سنحصل على عددان مركبان وهما الصورة الموجبة وسالبة من هذا الجذر، لذا دعونا نقوم بذلك. إذن الجذر التربيعي لسالب 4 يعادل 2i، نحن نعلم أنه يعادل 2i، وأريد أن أفكر به بهذه الطريقة. الجذر التربيعي لسالب 4 يعادل الجذر التربيعي لسالب 1 ضرب الجذر التربيعي لأربعة، وهو دعوني أقوم بخطوة واحدة. دعونا نرى، لدينا سالب 1 ضرب 4 تحت رمز الجذر، وهذا يعادل الجذر التربيعي لسالب 1 ضرب الجذر التربيعي لأربعة. الجذر التربيعي الأساسي لسالب 1 هو I، والجذر التربيعي الأساسي لأربعة هو 2، إذن هذا يساوي 2I أو 2 ضرب I، إذن هذا يساوي 2i، وتبقى لدينا x يساوي 6 زائد أو ناقص 2i على 4. وإذا أردنا أن نبسط فيمكننا أن نقسم البسط والمقام على 2، وبالتالي هذا يساوي 3 زائد أو ناقص i على 2، أو إذا أردتم أن تكتبوهم كعددان مركبان فيمكنكم أن تكتبوا 3 على 2 زائد i على 2.
أو واحد على اثنان I، هذا إذا أخذت صورة الموجبة هنا، أو يمكنك أن تفعل هذا، ثلاثة على اثنان ناقص واحد على اثنان I ناقص واحد على اثنان I، هذان متكافئان إنهما الجذران. الآن أريد أن أتحقق من نجاحهما. أريد تحقق من الجذران، إذن هذا يمكن أن أعيد كتابته، ثلاثة زائد I على اثنان إنهما متكافئان. كل ما فعلته يمكنك أن ترى هذا من خلال قسمة كل منهما على اثنان، أو أن تستخرج العامل واحد على اثنان. يمكنك التماشي مع أي منهما في هذه العبارة، وهذا سيساوي ثلاثة ناقص I على اثنان، أو يمكنك أن تتجه مباشرة من هنا. هذا ثلاثة زائد I على اثنان، أو ثلاثة ناقص I على اثنان. هذا أو هذا كلاهما تمثيلات متكافئة للجذور، لكن دعونا نختبر نجاحهما. يمكننا أولا أن نجرب، سأجرب هذا أولا، ستكون متشعبة قليلا بسبب الجذر التربيعي، لكن دعونا نرى إذا بإمكاننا نفعل هذا. اثنان ضرب مربع هذا المقدار، أي اثنان ضرب ثلاثة زائد I على اثنان الكل تربيع زائد خمسة، وسوف نجد أن هذا يعادل ستة ضرب هذا المقدار، أي ضرب ثلاثة زائد I على اثنان. إذن هذا يساوي اثنان، دعوني أقوم بتربيعه، اثنان إذا ثلاثة زائد I هذا يساوي ثلاثة تربيع، أي تسعة زائد اثنان ضرب حاصل ضرب ثلاثة و I، إذا ثلاثة ضرب I ضرب ثلاثة ضرب I ضرب اثنان يساوي ستة I. وإذا لم يكن هذا منطقيا بالنسبة لكم، فإني أحفزكم على أن تضربوه باستخدام خاصية التوزيع، وستحصلون مرتين على 3i، وعندما تجمعهم تحصلون على 6i زائد i تربيع، i تربيع تساوي سالب 1، إذن سالب 1 وكل ذلك مقسوما على 4 زائد 5 يساوي، إذا قسمنا كل من البسط والمقام على 2 نحصل على 3 هنا وعلى 1 هنا، و3 توزع على 3 زائد I وهذا يساوي 9 زائد 3 I. وما لدينا هنا يمكننا أن نبسطه قبل حتى أحافظ على بعض المساحة، 9 ناقص 1 يساوي 8، هذا عبارة عن 8 زائد 6 I زائد 6 I. يمكننا أن نقسم البسط والمقام هنا على 2 فيصبح البسط 4 زائد 3 I إذا قسمناه على 2، والمقام هنا يصبح اثنان، هذه الاثنان وتلك يتم حذفها. إذن على الجانب الأيسر تبقى لدينا 4 زائد 3 I زائد 5 وهذا يساوي 9 زائد 3 I. حسنا، لقد حصلنا على 3 I في طرفي المعادلة، 4 زائد 5 يساوي 9، إذن هذا الحل 3 زائد I قد نجح بلا شك. لذا دعونا نجرب 3 ناقص I، إذن مرة أخرى ننظر إلى المعادلة الأصلية، 2x تربيع زائد 5 يساوي 6x، دعوني أكتبها هنا، سأكتب المعادلة الأصلية لدينا، 2x تربيع زائد 5 يساوي 6x. والآن سوف أجرب هذا الجذر وأتحقق من نجاحه. إذن لدينا 2 ضرب 3 ناقص I، 2 ضرب 3 ناقص I على 2 الكل تربيع زائد 5 يساوي هذا ضرب 6، أي 6 ضرب 3 ناقص I على 2. إنها تبدو معقدة، لكن ما يمكننا فعله هو أننا
يجب أن نحصل على نفس هذه النتيجة. إذن 3 ناقص I تربيع عبارة عن 3 ناقص I ضرب 3 ناقص I، ويمكنك الحصول على الممارسة من أخذ مربعات عبارات مركبة يساوي 9 أي 3 تربيع، وثلاثة ضرب سالب آي يساوي سالب ثلاثة آي، ولدينا اثنان من هذه إذن سالب ستة آي. أيضا سالب آي تربيع يساوي سالب واحد، حيث أن ذلك سالب واحد ضرب سالب واحد ضرب آي ضرب آي، إذن هذا أيضا يساوي سالب واحد لأن سالب آي تربيع يساوي سالب واحد. سالب آي عبارة عن جذر تربيعي آخر، ليس جذر تربيعي أساسي. لكنه أحد جذور سالب واحد. سالب آي تربيع يساوي واحد، إذن سالب واحد، وكل ذلك مقسوما على أربعة، كل ذلك مقسوما على أربعة ضرب اثنان زائد خمسة يساوي، حسنا قبل أن أضرب يمكننا أن نقسم البسط والمقام على اثنان، إذن ستة تقسيم اثنان يساوي ثلاثة، واثنان تقسيم اثنان يساوي واحد، إذن ثلاثة ضرب ثلاثة يساوي تسعة، وثلاثة ضرب سالب آي يساوي سالب ثلاثة آي، وإذا بسطناها أكثر قليلا تسعة ناقص واحد، تسعة ناقص واحد يساوي ثمانية، لدينا ثمانية ناقص ستة آي، ثم إذا قسمنا ثمانية ناقص ستة آي على اثنان وأربعة على اثنان، في هذه الحالة يصبح البسط أربعة ناقص ثلاثة آي، والمقام هنا المقام نحصل فيه على اثنان إذا قسمنا البسط والمقام على اثنان، ثم لدينا اثنان في الخارج ولدينا اثنان في المقام فيتم حذفهما، إذن هذا الكسر يبسط إلى أربعة ناقص ثلاثة آي، ثم لدينا زائد خمسة يساوي تسعة ناقص ثلاثة آي، لدينا على اليسار وعلى اليمين سالب ثلاثة آي، ولدينا أربعة زائد خمسة، وبإمكاننا أن نقيمها فيصبح الجانب الأيسر تسعة ناقص ثلاثة آي، وهو نفس العدد المركب الذي حصلنا عليه في الجانب الأيمن تسعة ناقص ثلاثة آي، لقد تحققنا منه وبالتالي يعتبر جذرا، إذن لقد تأكدنا من أن هذان الجذران يحققان المعادلة.